لكن كويس قوي ان في ناس من بره حتى تشوف هذه الجداره الاهلاويه بعين ما فيهاش حته بحلقه، عين منصفه شويه. الكاتب الصحفي والناقد الرياضي التونسي الاستاذ فتح المولدي كان له راي في القناه الناقله للبطوله البي ان عن تتويج الاهلي ومباراته مع الزمالك. الشعور فتحي اليوم شامة. انت عشت شهر تقريب اهلاوي، عشت شهر اهلاوي وانت تتابع في المباراه، عشت المباراه وانك اهلاوي باتم معنى الكلمه. قلبا وقالبا هشام، عشت مده شهر وكاني اهلاوي، كان شهر عسل وما نكذبش عليك، كانت فرحه كبيره. عشت المقابله كمحب فعلا، محب فعلا، لانه لمده شهر هشام، وانت تعرف وقت اللي نخدموا خدمه يلزم نطلع على تاريخ الاهلي، وقت اللي تقرا تاريخ الاهلي ما تنجمش ما تحبش الاهلي، وقت اللي تقرا انجازات الاهلي ما تنجمش ما تحبش الاهلي، وقت اللي تقرا الاسماء اللي تعدات في الاهلي والمقابلات والازمات اللي مر بها، وكل مره يقوم الاهلي ويطيح ويقوم باش يهز كاس افريقيا، باش يهز شامبيونز ليج، تقول هذا فريق غير عادي، تقول في الاخير وانه الكاف وقت اللي قالت الاهلي نادي القرن، هذا صحيح وانا اعترف بذلك، نادي القرن عن جداره. واليوم خويا عبد الكريم في مقابله القرن، في نهائي القرن، ما نجم يفوز به كان نادي القرن، ما كانش يولي ربما عمليه معناها غير عاديه. شعوري هشام اكثر من فرحه انتصار الاهلي، شعوري فخر كبير، لانه تفرجت في مقابله استثنائيه، تقول عليا نتفرج في تشامبيونز ليج نتاع نهار ثلاثه ولا نهار الاربعه، تفرجت في مقابله كل دقيقه فيها كانت تكون ممكن حاسمه، تفرجت في فنيات عاليه، تفرجت في اهداف ربما حتى في اوروبا ما راهمش. انا نحب نحيي الكره المصريه، صح عليها الكره المصريه، لانه باللاعبين الداخليين اللي يلعبوا في البطوله المصريه وتضيف لهم الاسماء الكبيره والرنانه اللي تلعب في البطولات الاجنبيه، الكره المصريه في الطريق الصحيح. فتهنئه للاهلي صحيح، ولكن تهنئه لمصر، لشعب مصر، لكره مصر، لوائل. وهارد لك عبد الكريم. شوف يا سيدي، الراجل ده فعلا بيتكلم على الاهلي باحترام شديد جدا، وهو بيحب الاهلي واضحه تماما يعني، وقالها لك بكلمه مختصره بس عميقه قوي: من يقرأ تاريخ الأهلي لابد أن يعشقه. هذا حقيقي، لأن التاريخ بيقول لك إيه الأهلي ده. وبعدين يتحدث إنه مش بس بيحب الأهلي، هو فخور بالنادي الأهلي. وبعدين الجدارة، نادي القرن، اللي حسم في لقاء هو لقاء القرن برضه، لأن مش سهلة إن ناديين من بلد واحدة يتقابلوا، مش عارفين هنشوفها تاني إمتى. كل أسباب الجدارة، ولكنه لمس على النقطة المهمة: الكرة المصرية فازت في هذه المباراة احترامه الشديد، لأن يبقى طرفي اللقاء مصريين، وفخره بفوز الأهلي وتمنياته أنه كان يفوز الأهلي، ولكن هذا هي الرسالة اللي كان لازم تتصدر للعالم: كرتنا تستحق شغل مننا كمسؤولين أحسن من كده، هنروح حتة تانية خالص ككرة مصرية. ولكن هو تحدث عن نادي الاهلي، طب عندما يتحدث عن الخطيب بيقول ايه؟ عايزين نشوف. في كل الفرق تقريبا في العالم باستثناء البعض، رئيس النادي يوفر الاموال، رئيس النادي هو الاداره، رئيس النادي هو يمضي على العقود، رئيس النادي لا يدخل في الشؤون الفنيه، مش معناها محمود الخطيب يدخل، لا، لكن محمود انه يكون رئيس النادي رياضي وتاريخ، ووقع انتخابه من القاعدة الكبيرة من الجمهور الأهلي، وأنه يعمل الاختيار هذا، راهو جاب المدرب يوم 1 أكتوبر، عنده أقل من شهرين، مجازفة محسوبة خليني نقول، ذكاء، وأنه يعرف شو يعمل، يعرف شو يخطط. فالانتصار اليوم والتتويج التاريخي لنادي الأهلي التاسع هو انتصار لمحمود الخطيب. قل ما نتحدث على رئيس نادي يكون وراء انتصار. ثم وقت اللي وقع انتخاب محمود الخطيب في يوم مشهود، وأتذكره لأني كنت أتابع يوم الانتخابات
في الجلسه العامه للنادي الاهلي تذكرت نادي بايرن ميونخ. نادي بايرن ميونخ اللي حط قياده الفريق عند اللاعبين كارل هانس رمينيجا، بيكنباور، سيب ماير، ناس لعبت، ناس تفهم كوره. يولي هونس النادي الاهلي الرئيس. على راسه يولي هونس على رأسه إنسان يفهم كورة، عرف كورة، وخاصة هشام. والنقطة الأساسية عنده الكاريزما، لأنه الكاريزما ما معنى كاريزما؟ بمعنى الاحترام، بمعنى التقدير، بمعنى اللاعبين يحترموه، بمعنى الجمهور يحترمه، يفرض الاحترام شخصه. وهو يؤكد ذلك الاحترام، يفرض الاحترام. لاحظ كيف تتعامل اللاعبين مع محمود الخطيب. كانت لقطات لافتة جدا أثناء التتويج من اللاعبين لمحمود الخطيب، هذا يبين لك العلاقة وتأثير هذا الشخص على الفريق وعلى اللاعبين. تفضل. وملاحظة فقط وأنهي هشام، ما نعرفش ريت محمود الخطيب قبل التتويج وكانت الكاميرا على وجهه تقريبا، يظهر لي ريت بعض الدموع في عينيه، ذولي ريت بعض الدموع، لأنه فعلا نادي الأهلي مر بفترة صعبة وصعبة جدا، وكان تحدي كبير، يا أبيض يا أسود يا نادي الأهلي. لأنه بعد انتصار اليوم هشام والنجمة التاسعة قدامه زوز مواعيد تاريخية، السوبر كوب وبطبيعة الحال كأس العالم للأندية، زوز مواعيد تاريخية. فالنادي الأهلي رجع للتاريخ من الباب الكبير، ولو أنه لم يغادره محمود الخطيب وراء كل ذلك. يعني مش احنا اللي بنتكلم على عظمة الاهلي وقيمة تتويجه، ولا على كاريزمة الكابتن محمود الخطيب وتأثيره في التتويج. ده صحفي اعلامي تونسي كبير قال انا كنت متابع انتخابات الاهلي من وقت لما كانت بتجرى، وكنت شايف قد ايه الاهلوية مهتمين ان يكون رئيسهم محمود الخطيب، وهذا النجم بالكاريزمة بتاعته كفيل بانه يضمن النجاح. وهنا بنحط 10 خطوط عشان نمبر 10 تحت فكرة الخطيب الإداري، لأنه أنا في تقديري أنه الخطيب اللاعب المهاجم الفاز اللي فاز بالكرة الذهبية ظالم محمود الخطيب الإداري، لأنه فكره وأداؤه وتركيزه وجهده وإخلاصه ناس كتيرة جدا مش بصلهم بتركيز شوية مقارنة بكاريزمة النجم الكروي. لكن التأثير الإداري زي ما فتح المولدي قال لك في 24 ساعة جاب مدرب كبير، ما سابش الساحة خالية 24 ساعة. كان ريني فايلر بيمشي الصباح كان فيه مدرب مدروس، مدرب وراه خطة، وراه مشروع، وراه تفكير،